ايه بس ما رح خليه يكسب المناقصة الا بخمس اضعاف على ليلة، لانه رح يفكر بانه نحن حطينا سعر عالي كتير. انت بعمرك ما عملت هيك شغلة؟ بس هالزلمة بيستحقها ما هيك؟ تفاجأت سهير لما سمعتك عم تعزميها. شو بدها تعمل لما رح تسمع عرض عدنان بيك؟ أكيد رح تنفلج وقت رح تسمع هالعرض. كيف نكشتي هالمحل؟ أكله كتير طيب. لقيته بالصدفة. لحد اليوم ما قدرت أفهمك. رح أقول لك شغلة، اكتشاف شخصيتي عبارة عن مغامرة رائعة. أول شي نظفت أمك. راحت؟ راحت. طلعي بصحنك أحسن لك. شو عم تفكري؟ ولا شي. عم تخبي عني؟ شو كنت عم تفكري؟ اليوم الأربعة ما هيك؟ ايه؟ ما تأخذيني بس لازم أقوم فورا، نسيت اليوم مباريات مراد. رح ينزعج كتير إذا ما رحت، أنا آسفة. روحي روحي بسرعة. بشوفك بعدين. بوسي عني. يلا يا أولاد تعالوا على الاجتماع، تعالوا تجمعوكم. أهلا وسهلا. فاجأتني، وفيت بوعدك. وليش حتى تتفاجأ؟ حتى سمر عندي اجتماع اليوم ما رح تجي، خفت كون لحالي بالمباراة. رح نبلش. يلا خليني أشوف لعبك، طلع فيني لعاب منيح ولا تخليني اندم لاني اجيتها. خلص رح حط اول سله على شرفها. يلا لشوف، تحرك. العبوا منيح وخلوا هالمباراه حلوه. يلا باص، اعطيه باص. اعطيه باص. مرحبا. صار لها زمان شي؟ لكن هلا بلشوا. ما كنت متوقع انك رح تجي. انا وعدته لمراد. انت وبشرى رحتوا على شي محل؟ ليش؟ اكيد مو كرمال المباريات. لا. فاول في رميتين، ارجعوا لورا الخط. ايه
طالما ما عم تطلع معها ليش إلك كم يوم ما مريت؟ خفت عن جد، خايف إذا شفتك أنسى العهد اللي قطعته على نفسي. هي نحن هون ولسه متذكره، معناتها ما في خطورة. هات 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 عمو عدنان بيعرفك شيء؟ لا، لأنه نحن ما حكينا عن المباراة. حتى مراد حبيت أعمل إياها مفاجأة. مراد! مراد! طول بالك شوي. تمام، ما في شيء. في وجع؟ هلأ هيك ما في، بس إدعس بتوجع. الدكتور طمنا عليك وقال ما فيها شي، بس قال بدك ترتاح كم يوم. قال لي حتى أنت وقاعد ارفع لفوق. هالشغلة تقيلة. حمود الله إنه ما في كسر، رد بسيط. الحمد لله بس هيك. ما عاد فيني أخذ صورة مع الكأس. العوض بسلامتك. بكرة منزبط لك صورتك على الكمبيوتر. منخليك واقف ورافع الكأس بالملعب ولا يهمك. ما قدرت كفي المباراة النهائية، هذا الشيء اللي زعجني. برأيي أنا لولاك ما فاز الفريق. عن جد كنت البطل. وكيف عرفتوا هالشيء؟ ذاتاً أنتوا ما شفتوا المباراة. كل ما طلعت فيكم شوفكم نازلين حكي. حتى ما طلعتوا علي بنوب. معقول؟ نحن رحنا كرمالك. شو هالحكي؟ هلأ أنا رحت بدال نهال ولميس خانم على المباريات بتقول عني هيك؟ الله يسامحك. روحي، هذا بده يطالع عصبيته فيكم. بعدين مهند كان عم يشرح لي قواعد اللعبة ولولا هيك ما حكينا، بس بعترف اني ما شفت الوقعة. بلا ما نعمل زحمة بالغرفة، انا طالع. ونحن لازم ننزل عيب كرمال سهير. وانتو كمان قوموا لنقعد شوي تحت. بابا انا حابة اليوم اكل مع مراد. هي هي اختي، وانتي كمان خليكي معي يا لميس خانم. ايه تكرم، طالما هيك رح أبقى أنا كمان. نحن ما عندنا مشكلة، كلكم أبطال كلكم. خلص أنا رح خبر سهيلة تجيب لنا أكلنا لهم. يلا حبيبتي. لحظة حبيبي. Thank you.